3 5 2 بيحاولوا ان هم يعملوا نوع من الستاره الدفاعيه او العمق الدفاعي، بتقفل العمق عشان هم عندهم مشاكل دفاعيه فبيلعب بليبرو، عنده اثنين مهاجمين بيحاول ان هو يستغلهم سواء عبد الرزاق فيستون او براهينو، ممكن يلعب واحد فيهم على الطرف، مش شرط الاثنين يكونوا سترايكر يعني، مش شرط، لا ممكن الايه، ممكن يكون واحد فيهم براهينو مثلا يحوله كجناح، بس في اغلب المباريات في التصفيات كان بيلعب الاثنين كاثنين مهاجمين كده. احنا كده خلصنا الاربع منتخبات اللي معانا في المجموعه الثانيه، وكده يبقى خلصنا المجموعه السادسه الخامسه الرابعه الثالثه الثانيه، يبقى كده فاضلنا المجموعه الاولى ان شاء الله اللي هي مجموعه منتخب مصر. اخر حاجه هناخد بعض الاجابات للناس او بعض التفاعل للناس في سؤال الحلقه في السوشيال ميديا، يمكن في صفحه القناه الرسميه على الفيسبوك كنا حاطين سؤال الحلقه، اتوقع من يكون افضل حارس مرمى في بطوله كاس الامم الافريقيه 2019. هنبص نلاقي يعني احمد منير بيقول الشناوي ان شاء الله، ام يوسف بتقول محمد الشناوي حارس الاهلي طبعا، عز مكي بيقول محمد الشناوي افضل حارس، مصباح حمزه بيقول محمد الشناوي، مالك بيقول محمد الشناوي، محمد حليم بيقول نانا ومحمد الشناوي، رضوى ممدوح بتقول محمد الشناوي اونيانجو، فادي حليم بيقول محمد الشناوي، عادل بيقول محمد الشناوي، فارس محمد بيقول الشناوي، الكابتن ومحمد هاشم بيقول محمد الشناوي احسن حارس في مصر، محمد حمدي بيقول محمد الشناوي، عبد الرحمن حلمي بيقول الشناوي، محمد قطب بيقول محمد الشناوي، محمد السيد بيقول محمد الشناوي، شريف عاصي برضه بيقول محمد الشناوي. يمكن كل التعليقات، كندي سالم بتقول محمد الشناوي، امل ماهر بتقول محمد الشناوي، خديجه التميم محمد الشناوي برضه، سيد النجار الشناوي، ايمن بيقول محمد الشناوي، كل التعليقات اغلبها او 90% من التعليقات، ادي سمر محمد الشناوي، سمر عصام، سليمان حسين محمد الشناوي. اذا اخر حاجه معانا سليمان حسين محمد الشناوي. اذا كل التعليقات، اذا حوالي 99% من التعليقات من سؤال الحلقه على صفحه القناه الرسميه للسوشيال ميديا، وتحيه لفريق العمل في السوشيال ميديا، يعني اغلب التعليقات كلها محمد الشناوي ان شاء الله يكون باذن الله على قد الثقه دي باذن الله، وان شاء الله يكون حارس افضل حارس في البطوله، محمد الشناوي حارس النادي الاهلي. في النهايه بشكر حضراتكم على المتابعه، ونوعدكم ان شاء الله ان الحلقات الجايه هتكون افضل وافضل. انتظرونا ان شاء الله يوم الجمعه مع حلقه جديده من برنامج رادار افريقيا، واللي هنخصصها باذن الله على مباراه مصر وزيمبابوي باذن الله. انتظرونا يوم الجمعه، شكرا والسلام عليكم.